عليكم متابعي القناة قناة عالم النهلة بي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم تاريخ 11/4/2020، وكما تشاهدون عندنا اليوم فحص للعاسلة بعدما كانت في الأول الملكة لم تصعد، الآن صعدت وباضت في إطارين ونزعت بعض البيوت الملكية. شاهدونا ما شاء الله كثافة النحل، شاهدوا الله مرزق كل نحل يشاهد هذا الفيديو ما شاء الله. شوفوا كثافة ما شاء الله. هنا بعد ما يبدأ النحل في ملء إطارات العسل نأتي ونضيف العسلة الثانية. العسلة الثانية من الأحسن أن نضيفها فوق صندوق التربية، ننفض النحل كامل أو ننزل الملكة، أضع الحاجز ثم العسلة الجديدة ثم هذه القديمة التي أمامكم. نضع هذا الإطار هنا، يعني لقيت النحل يبني في الفراغ لذلك أضفت إطار العشر ما شاء الله. إلى اللقاء أصدقائي، فرصة أخرى إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك ودعمنا في القناة.